بس خلينا في البدايه نتكلم عن اللي هيحصل النهارده. النهارده ان شاء الله القرعه الخاصه بالنسخه الجديده من كاس العالم للانديه، والاهلي هيشارك فيه للمره الرابعه على التوالي. اول ماتش هيكون للنادي الاهلي ان شاء الله هيكون يوم 15 ديسمبر. فتوقعاتك ايه، وشايف ايه اصعب المواجهات اللي ممكن ياخدها النادي الاهلي في النسخه دي من المونديال؟ الحقيقه شايف انه اصعب حاجه على النادي الاهلي انه مطلوب منه انه يعمل حاجه جديده، انه يعمل حاجه مختلفه. زي ما اتكلمنا قبل كده ان برونزيه كاس العالم للانديه خلاص بقى امر معتاد بالنسبه للنادي الاهلي، المشاركه امر بقى طبيعي جدا 4 مرات على التوالي. احنا مع اوكلاند سيتي اعتقد اكتر نادي في العالم شاركنا في البطوله دي، خلاص الناس او جمهور النادي الاهلي بالاخص دايما عنده طمع مشروع جدا انك تعمل حاجه مختلفه، انك توصل فاينل. اكيد هو ده الهدف، بغض النظر بقى عن المنافسين وقوه المنافسين. انت بقيت مصنف بشكل مختلف تماما، عايز تعمل حاجه جديده، دايما عندك طموح ودوافع مختلفه تماما، عايز بقى تجدد القصه دي، وعايز انك توصل لنهائي البطوله. وليه لا، ليه ما نكسبش البطوله؟ كل حاجه بقت وارده في كره القدم. الكلام ده احنا قلناه كتير، يعني الكلام ده لو حضرتك تفتكر البطوله اللي فاتت كانت الناس مباراه الاهلي امام ريال مدريد كان في توقعات، يعني كانت الناس بتقول هو النادي الاهلي ممكن يعمل نتيجه ايجابيه، وعملنا جيم جيد جدا، يعني عملنا جيم كبير يمكن في وقت بس ما كناش مركزين فيه في وقت معين كده، كواليتي برضو فرق الكواليتي كان كبير جدا. لكن في النهايه انت لما تلعب امام ريال مدريد والناس تبتدي تتساءل هو النتيجه ممكن تبقى عامله ازاي، وتلاقي الناس بتقول النادي الاهلي ممكن يكسب، ده يديك انطباع ان النادي الاهلي خلاص اتحط في حته ثانيه، معناه ان الموضوع مش محسوم خالص للفريق المنافس طبعا. وده ريال مدريد يعني، فبالتالي هتلاعب مين انت في الاول؟ هتلاعب مين اقوى من ريال مدريد اصلا في القصه دي؟ فبالتالي انت مهم جدا ان انت تحاول تعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، ودايما هو ده هدف النادي الاهلي، اهداف متجدده ومختلفه. فده قدرك، ده قدرك زي ما كانوا دايما بيقولوا لنا واحنا في ناشئين النادي، ده قدرك انك في النادي الاهلي بقى مطلوب منك انت ممكن تتخلى. هو انت محتاج مني ان انا اخد كاس العالم للانديه؟ محتاج اخد كاس العالم، ايه المشكله يعني؟ خلاص ان شاء الله نقدر نوصل، وان شاء الله السنه دي يا رب نعمل حاجه مختلفه يا رب. ان شاء الله يا كابتن. طيب احنا عندنا الحقيقه كل نسخه بتختلف عن النسخه اللي قبلها، ولكن دايما بيبقى فيها فرق صعبه. خلينا نتكلم عن الافتتاحيه بتاعه النادي الاهلي، هتكون يوم 15 ديسمبر ان شاء الله المقبل. يعني شايف ايه اصعب مواجهات البطوله بشكل عام؟ لا، ما انا بصي القصه مش قصه مباراه، كل مباراه ولها ظروفها. يعني انا ما بحسبش حسبه مين اصعب من مين. ممكن تلعب يعني احنا زمان مثلا كنا بنلعب مع اتحاد جده، لو البطوله دي اول ما اتعملت يعني زمان جدا ايام محمد نور لما كان بيلعب في اتحاد جده لما كان كابتن الفريق، فتلاقي نفسك بتلعبي مثلا مع بطل اسيا باتحاد جده بفريق قوي جدا وفريق مختلف جدا. السنه دي كل الفرق المشاركه عندها تدعيمات قويه جدا وعندها تدعيمات كبيره جدا، وكان دايما بيتقال ان الفريق اللي هيكسب البطوله الفريق اللي بيجي من اوروبا، يعني خلاص البطوله محجوزه باسمه. النهارده الوضع اختلف تماما. بص النهارده في الدوري السعودي الكره الاسيويه اصلا بقت عامله ازاي، والنجوم الكبار اللي دخلوا الكره السعوديه واللي عايزين يكسبوا كاس العالم للانديه، فهتلاقي الامور مختلفه تماما. فالمواجهه ايه صعبه؟ كل المواجهات صعبه من اول ما تدخلي لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمنا نوصل للفاينل. كل المواجهات هتبقى صعبه بشكل كبير جدا، احنا نبقى مستعدين. انا دايما براهن على قوه النادي الاهلي، النادي الاهلي طول ما هو في احسن حاله ما بقلقش من المنافسين خالص، ما بحسش ان حاجه صعبه. لكن انا يهمني حاله النادي الاهلي، حاله النادي الاهلي كويسه نقدر ان شاء الله نعمل اكتر. شكل مختلف عن النسخ الماضيه، خاصه بقى ان كولر مستلم الفرقه من اولها، شايف اكيد طبعا الاستعدادات اللي بتحصل في المعسكر، شكل الفرقه هيختلف بعد انضمام صفقات جديده، عوده عدد من المعارين، اكيد هيبقى شكل مختلف في النسخه دي. الاهلي يعني شبه محافظ على قوامه، اللعيبه كلها موجوده، اللعيبه اللي كسبت البطولات او حققت العلامه الكامله السنه اللي فاتت كلهم موجودين الحمد لله، ما عندناش اصابات. اعتقد يعني ان يعني في اكتمال الصفوف والتجانس اللي موجود مع اللعيبه كولر كمان مميز، يعني برده من الحاجات الجيده جدا ان الراجل بيدافع بشكل كويس جدا، وده ظهر في مباراه الفاينل الافريقي لما رحنا نلعب مع الوداد هناك، وبتلعب طبعا في ارضهم وسط جمهورهم، وقدرت انك تحافظ فتره كبيره جدا على شباكك يدخل يعني مرماك هدف او حاجه. لكن في النهايه البطوله كلها سواء بطوله افريقيا او بطوله محليه عندنا سمه مختلفه عند كولر ما شاء الله مميزه. النادي الاهلي ما كانش يعني زمان عشان احنا بنهاجم وعشان احنا فرقه هجوميه وعشان احنا دايما لينا الافضليه في اي مباراه، ففكره انك تحافظي على مرماك ما كانتش مهمه جدا بالنسبه لنا، انت عندك الافضليه كده كده بتهاجم كده كده بتكسب يعني. لكن في اوقات خريطه الكوره اتغيرت شويه، اوقات بتلعب مع فرق مستواها قريب جدا من مستواك او عندهم تدعيمات ممكن تبقى اكبر من التدعيمات اللي عندك، زي ما حصل مع سان داونز مثلا، وزي ما انت ممكن تواجه خاصه في كاس العالم للانديه. ففكره انك يبقى عندك سمه دفاعيه بشكل كويس اعتقد دي السمه الجديده اللي اكسبها كولر للنادي الاهلي، وبقينا بندافع وبنعمل كلين شيتس كتير جدا معاه، فاعتقد عنده ملامح جيده ومختلفه اللي اضافها للنادي الاهلي يعني.